جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا جئت للصلاة والإمام راكع فركعت معه ولكن مباشرة، وبعد استوائي معه بالركوع، أي قبل أن أقول سبحان ربي العظيم، أو أثناء ذلك أي قبل إكمالها، رفع الإمام، فهل علي أن أعيد تلك الركعة أم أكون بذلك قد أدركتها؟ ومتى يتم الإدراك من عدمه بمثل هذه الحالة؟ أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيرا. إذا جئت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فإنك تكون قد أدركت الركعة، وحد ذلك كما قال الفقهاء أن تصل يداك إلى ركبتيك منحنيا بعد تكبيرة الإحرام وأنت واقف، فإذا وصلت كفاك إلى ركبتيك وضعتهما على ركبتيك فقد أدركت الركوع. فإن كان الإمام قد رفع رأسه حينئذ فإنك تقول سبحان ربي العظيم ثم تلحق بالإمام، لأن قول سبحان ربي العظيم واجب، قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجبات الصلاة، فتأتي به ولو رفع الإمام رأسه ثم تلحق بالإمام. أما إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك منحنيا بالركوع فإنه يكون قد فاتك الركوع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لم يتمكن من التسبيح شيخ صالح، ليس هذا بمتصور أن أحدا لا يتمكن من أن يقول سبحان ربي العظيم، لأن هذا لا يستغرق وقتا ولا يحتاج إلى كثير مؤونة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.